صدى الشارع. بدنا نعرف شو اللي عم يصير. اي راح تاثر. رايي ما راح يتغير شيء. طبعا لم تحدث احداث. والله ما بعرف رايي شو لسه. اي طبعا. لا انا متفق معها 100%. اكيد لا. صدى الشارع. صدى صوتكم. أهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج صدى الشارع على هوا راديو روزنا، وأيضا عبر خدمة البث المباشر على صفحة روزنا الرسمية في فيسبوك. السوريون حاضرون بكثافة في تصريحات لمسؤولين وسياسيين أتراك على مدار اليومين الماضيين، كل كم ساعة في تصريح حول اللاجئين السوريين في تركيا، إما من قبل زعيم لحزب سياسي أو قيادي في حزب سياسي أو مسؤول تركي، وحتى الرئيس التركي صرح وأعطى تعليق على موضوع ومستقبل اللاجئين السوريين في تركيا. تحليلات كثيرة واكبت هذه التصريحات التي تحدثت عن العودة الطوعية، عن العودة الآمنة، العودة المشرفة، وعن الترحيل، متى وكيف سيحصل ذلك. كل هذا يرافق حالة من القلق والخوف والترقب من قبل السوريين المقيمين في تركيا. السؤال القديم المتجدد: ما القادم؟ في حلقة اليوم من برنامج صدى الشارع نستعرض وإياكم أهم هذه التصريحات، ونود الاستماع في هذه المساحة لرأيكم أنتم، تحليلكم الشخصي، قراءتكم، إلى أين ستسير الأمور في تركيا بما يتعلق بمستقبل اللاجئين السوريين. طرحنا سؤال كعنوان لحلقة اليوم: ما مستقبل اللاجئين السوريين في تركيا؟ هل سيشهد تغيرات كبيرة في الفترة القادمة، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023 وتصاعد التنافس بين الأحزاب، وبالتأكيد حضور ملف اللاجئين السوريين في الخطابات، ومعه أيضا يتحدث سوريون بأنه يتصاعد خطاب العنصرية اتجاههم. كل هذا هو موضوع نقاشنا في حلقة اليوم. رأيكم أنتم، قراءتكم أنتم المستمعين المتصلين، من يشاهدنا أيضا عبر الفيسبوك: ما مستقبل اللاجئين السوريين في تركيا، خاصة بعد هذه التصريحات المتتالية، آخرها اليوم من وزير الداخلية التركي سليمان السويلو، الذي أعلن بأنه لن يكون هناك إجازة للعيد للسوريين المقيمين في تركيا، لن يسمحوا لذهاب السوريين إلى سوريا، ولن يسمح لأولئك الذين يريدون الذهاب لقضاء العطلة بالعودة. هذا أيضا ربما يفتح باب الحديث عن مستقبل من ذهب خلال الأيام اللي فتح فيها معبر باب السلامة، عددهم تقريبا 2000 شخص دخلوا. إذن ما مستقبل اللاجئين السوريين في تركيا؟ بانتظار استقبال اتصالاتكم على الأرقام واتساب اتصال ورسائل 09-35-0-52-38، اتصال أرضي من تركيا 0-850-4-47-65. إذن يعني الموضوع متصدر بعد الموضوع إغلاق البوابات بالعيد، واللي ناقشناه بالحلقة الماضية يوم الثلاثاء، فورا رجع التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا في مجتمعات السوريين في تركيا
حول القادم، يعني تصريحات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. الأبرز ربما والجديد هو تصريح وزير الخارجية التركي تشاويش أوغلو، أيضا تصريحات لزعيم حزب الحركة القومية دولة بهجلي، أيضا تصريح لأحمد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي السابق ورئيس حزب المستقبل. مثل ما ذكرنا وزير الداخلية سويلو أيضا كان له أكثر من تصريح، آخرها كان اليوم. ما القادم؟ يتساءل سوريون ما القادم؟ ونحن في هذه الحلقة نطرح السؤال عليكم، نود أن نستمع لرأيكم أنتم، وجهات نظركم، ما الذي تحمله الأيام القادمة للسوريين في تركيا؟ هل الموضوع ربما مفهوم مستوعب في إطار التنافس الانتخابي؟ هناك ضغط على الحكومة يتحدث البعض، يعني كل هذه التصريحات تأتي قبل الانتخابات والكل يحاول أن يكسب نقاط انتخابية في الشارع التركي اللي عنده بنسبة منه تحفظات على وجود السوريين في ظل أيضا الاقتصاد المتردي. هذه بعض الآراء، الكل يريد أن يكسب بملف اللاجئين السوريين، وعلى حد وصف من استطلعنا آراءهم وسنشاهدها في الحلقة، استطلعنا آراء عدد من السوريين في غازي عنتاب، وصفوا بأن السوري هو الضحية وعليه أن ينتظر. إذن نستقبل اتصالاتكم على الأرقام، لا تترددوا، هذه المساحة حرة لسماع رأيكم، أنتم أيضا لكم وجهة نظر. واتساب اتصال ورسائل 0993502538، اتصال أرضي من تركيا 0854447765. معنا اتصال من محمد أبو محمد عبر الموبايل. محمد أرحب فيك على هوا راديو روزنا وببرنامج صدى الشارع. حسب قراءتك الشخصية في تصريحات كثيرة باليومين الماضيين، ما مستقبل اللاجئين السوريين، ملف اللاجئين السوريين في تركيا؟ يسعدني مساك أستاذ محمد. أهلا فيك، شو أطمني عنك؟ شو الله خير؟ الحمد لله، نشكر الله، تفضل. الله يسلمك. والله يا أستاذ محمد، يعني كل ما دقل كل جرة السوريين السوريين، يعني السوريين كل ما صار يكفي كلنا السوريين، كلنا السوريين، خلاص يا صار خلاص بعتونا خيو خلينا نروح على بلد أحسن شيء. يعني ما كل ما صار تبي على سوريا ما في أي مشكلة. طيب محمد، أنت مقيم في تركيا؟ أنا بغزة على تركيا. طيب أنتم اليوم يعني بمكان العمل، بمحيطك من العائلة الأصدقاء، كيف عم تستقبلوا هذه الأخبار التصريحات؟ في حديث عن عودة طوعية، في حديث عن عودة آمنة، في حديث عن ترحيل، أنتم وين شايفين الأمور رايحة؟ يعني حسب رأيكم، حسب نقاشاتكم، ما يعني شو المستقبل لكم بهالبلاد؟ يعني سيد محمد، يعني تعودنا على شغلة، يعني ما وراها ورا كل ما صار السوريين السوريين، يعني جبروا، يعني كل ما بي عندك المعارضة، بي عندك المؤيدين، كل شيء كل شيء على السوريين يا سيد محمد. حتى الحين بعد العيد بدك، إذا ما عندك إذن عمل ما لك شغل في تركيا طاول. فهمت علي شلون؟ يعني في تخوف، في تخوف من قبلكم ولا لا؟ يعني ربما لا. فهمت من كلامك انه ما لكم مبالين خلاص، يعني يعني تعبتم من هذه حاله العدم الاستقرار والتصريحات المتعاقبه، وخلاص تنتظرون السيري. لا يا استاذ محمد، يعني لاحظ كلنا قاعد طالعين قرار شكل. فهمت علي؟ خلاص يعني تعبنا من الشغل هاي، يعني اليوم وبكره العالم كله مخوف. فهمت علي شلون؟ يعني حتى بعد العيد انه ما حد يشغلنا. فهمت علي شلون؟ هذا يعني هذا غضبي. يعني هاي النقطة ما فهمتها، لو تعيدها اللي بعد العيد. يعني بعد العيد أقول إذا ما عندك إذن عمل ما حد يشغلك، تركي ما يشغلك. فهمت علي شو أستاذ محمد؟ في حكي عمل. هذا إنه بعد العيد اللي ما يحمل إذن عمل ما عاد قادر على ما عاد قادر يشتغل. يعني فهمت علي شو أستاذ محمد؟ يعني طيب. يعني جاي حربو، يعني جاي يجونا بكل الاتجاهات. فهمت علي شلون؟ يعني حتى الإذن العمل، مين يجي إذن العمل؟ ما يطلع إذن العمل يا أستاذ محمد.
إذن في تضييق يعني أنتم شايفين بأنه في تضييق. أشكرك جزيل الشكر على اتصالك محمد، أتمنى لك دوما السلامة أنت وكل السوريين في تركيا. معنا اتصال من أحمد نور من اسطنبول. أحمد أرحب فيك على هوا راديو روزنا. يبدو بأنه التصريحات كثرت، والبعض يصف بأنه بدأت يعني بدأ وضع ملف اللاجئين السوريين في التنافس والصراع بين الأحزاب قبل الموعد الانتخابي. أول شيء يسعد لي وقتك ويعطيك العافية على المواضيع اللي عم تطرحها. أول شيء أهلا يا سيد أحمد، تفضل. الله يزيد فضلك. أول شيء بدي أقول لك لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نفس الوقت في عنا أسباب، يعني الدنيا فيها أسباب. نحن هون السوريين لو نضبط وضعنا القانوني أكثر من هيك، مثلا ما نكون فوضويين، ننتبه لحالنا، يعني العين علينا، عرفت كيف؟ وأنا شو المقصود يعني أحمد، شو المقصود بنضبط وضعنا القانوني؟ يعني اليوم اللي ما عنده أذن عمل، وذكر محمد بأنه ما لنا قادرين نطلع أذن عمل، شو ممكن يعمل؟ هلأ موضوع إذن العمل الأستاذ محمد الآن يعني ما تحركوا فيه، ما طلعت حملة، عرفتي؟ يعني هلأ لحد الآن في سوريين في اسطنبول وبرا، لحد الآن في ناس ما معها هوية، يعني هدول اسمهم خارجين عن القانون، عرفتي؟ يعني أنا بتوقع توقعاتي بعد العيد أو بعد العيد الصغير أو الكبير احتمال تطلع حملة مثل حملة 2019 تذكرة. الناس اللي ما مع كملك تم ترحيلهم. يعني هلأ الحكومة التركية عم تتعرض لكثير ضغوطات من المعارضة ومن الشعب التركي بشكل عام. في ناس سيخي، في ناس عم يلاقوا حجة، يعني أي حجة أي حجة. شفت أنت الحادثة السابقة، هذا الشخص الشاب السوري اللي قاعد بالكرسي بنص الطريق وغيره وغيراته، يعني ماسكين بدهم يمسكوا علينا شغله، عرفت كيف؟ طيب يعني احمد، يعني البعض يتحدث يعني انه في مرحله جديده حساسه قادمه اتجاه السوريين. وزير الخارجيه التركي مولود جاويش اوغلو قال بانه يوم الاربعاء هناك بدء مرحله جديده لاعاده السوريين بشكل طوعي بالتعاون مع ثلاث دول الأردن والعراق، العودة آمنة وطوعية ومشرفة. الموضوع راح يكون تماماً. الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تجري لقاءات مع النظام السوري لحل مسألة اللاجئين وخلق بيئة آمنة. أنا فهمت من كلامك يبدو بأنه اللي عنده أذن عمل حاس بأمان نسبي نوعا ما. أكيد طبعاً، أكيد يعني نحن لازم نضبط وضعنا. هلا أنت قلت بشكل طوعي، يعني ما عم بيقولوا إنه نحن ما منا نرحل حدا إذا ما كان خارج عن القانون. هن وزير الخارجية قال بشكل طوعي، يعني حكيه واضح، ما قال منا نرحل ومنا نقلع ومنا نساوي ومنا نعمل ومنا نترك. قال الزلمة منا السوريين عم بيقولوا خليهم يروحوا بشكل طوعي، يعني ما رح يرحلوا حدا. وبنفس الوقت استاذ محمد في نقطه بدي اقول لك عليها، سوق العمل هون سمحت لانه صار معنا اتصال. اسمعني تفضل، بس قلت لك بدقيقه اذا سمحت لانه معي اتصالات. تمام. سوق العمل هون باسطنبول، بالذات باسطنبول سوق العمل بحاجه لعمال. يعني هلا اذا بالفعل بده يصير ترحيل، سوق العمل راح يتأثر بشكل كتير كبير. وهلأ بهالوقت هذا الورشات، بتعرف أنت هون باسطنبول وبكل تركيا أغلبها مصانع خياطة. إذا بالفعل تم ترحيل السوريين بشكل كبير، أول شيء راح يأثر على الاقتصاد، ثاني شيء راح يأثر على سوق العمل، مو بس بالخياطة، بكتير 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 مجالات، يعني عرفت كيف؟ أشكرك جزيل الشكر، يعطيكم العافية. شكراً لك أحمد على اتصالك، أتمنى لك يوم سعيد. معنا اتصال أيضاً من محمد أبو تيم. محمد أرحب فيك على
هوا راديو روزنا، رأيك بموضوع النقاش، يعني في حديث عن العودة الطوعية، العودة الآمنة، أيضا هذا المفهوم ما عاد كثير واضح بالنسبة للسوريين. يعني مثلا زعيم حزب الحركة القومية دولة بهتشلي قال بأنه حالما يتم القضاء على الظروف القاسية، شو هي الظروف القاسية التي تسببت في مغادرة اللاجئين السوريين، فإن أولويتنا وهدفنا هو توديعهم كما جاءوا بشكل آمن وطوعي. رأيك أنت شو مستقبل ملف اللاجئين السوريين في تركيا؟ السلام عليكم. أهلا فيك محمد. أهلا. يعني بصراحة من خلال الأحداث اللي عم نشوفها بالسنوات الماضية وقصص يلبية عم تسبب مشاكل للسوريين خصوصا مع الأسرى، لما المعارضة عم تنشر شيء سيء عم يعمل السوري في بلده، فهذا الشيء عم يكون ضده بأي شيء ممكن يعمل السوري، حتى لو كان عم يلمع الصورة قدامه إنه نحن منيحين، بس للأسف الشيء كل ماله عم يزيد، الملف عم يكبر أكثر، وهم عم يحطوا حجج واهية ما راح تتحقق حقيقية، منها أساسا مو موجودة، ممكن الإعلام يكذب كمان، حتى من هذا الشخص اللي ذكره أحمد بن شوي، هذا الشخص اللي قاعد قدام المحل، طلعت قصته وانفبركة حتى، الإعلام أخذ قصة الفيديو والنص الأساسي الموجود فيه مو مبينه، فهذا الشيء طلع تحريض، فهون الشعب التركي يعني عم ما بعرف كيف اللي بيفكر بقصته، ولكن نحن عم نعاني من قصص العنصرية الموجودة. أي واحد اثنين، الشعب التركي عم يشوف تصرفات من بعض السوريين للأسف مو منيحة. خلينا نبعد عن النقطة هاي، خلينا نحكي موضوع اللاجئين. كان إحنا نحن اليوم عم ننزل على السكان، اليوم لما عم ننزل فهو عم يكون سلاح خصوصي، ما أنت دليل إحنا عم ننزل عم بطل 15 يوم، شهر، شهرين، ثلاثة، فتحوا مدة تقريبا 4 شهور، فكان الشخص ينزل 4 شهور يرجع، فدليل أنت عندك الإمكانية إنك تعيش أنت بكل بساطة، ما عندك اي مشكله. فهن لما عم يشوفوا هالمقياس انه انت عم تقدر تضل بهالفتره هنيك، فانت ما عندك مش منك رجعك لهنيك ونعيشك في هذيك المناطق، يعني هي المناطق الامنه اللي رح يامنوا لهم اياها. فهن عم يدفعوا جاهزا بهذا الموضوع. والمعارضه هي اللي بتحقق هذا الشيء، مجرد تضغط على الدوله. أشكرك جزيل الشكر على اتصالك محمد، أتمنى لك يوم سعيد. معنا اتصالين من جمعة وفؤاد، وأيضا هناك استطلاع رأي من مدينة غازي عنتاب، أيضا هناك تعليقات على البث المباشر. طه أبو منصور كتب يعني هلأ معقول ما بقي في إجازات ولا بأي شكل حتى بغير العيد، ما بقى بدنا على العيد وحطوا شروط ورسوم، معقول ننسى سوريا إلا نسلم الكملة. كان في مادة بالأمس للزميلة إيمان حمراوي على موقع راديو روزنا بأنه إجازة العيد للسوريين ليست رفاهية، وكان في شهادات لسوريين موجودين في هاتاي وفي كلس. شورشفان إبراهيم صديق البرنامج كتب بغض النظر عن الحزب الذي يحكم تركيا، فإن اقتطاعات الدولة التركية في ملف مساعدات الهلال الأحمر مستمرة ولن يتخلى عنها أي حزب يحكم تركيا، لكن بمجرد توقف بطاقة الهلال الأحمر فإن جميع السوريين إلى الترحيل بما فيهم الحاصلين على الجنسية التركية، وبالتالي يمضي مشروع إعمار واستنساخ مدينة غزة في الشمال السوري وكل ما سبق يتم في حال قبول روسيا بتشكيل هذه الجغرافيا وهذه الديموغرافيا بما يخص الشمال السوري من عموم 185 ألف كيلومتر مربع. إذن في اتصالات، رح أخذ اتصال جمعة وبعده فؤاد، وأيضا في اتصال من آرام. أخذ اتصال جمعة وبعدها نشوف فؤاد وآرام ننسق معهم بلكي ناخذ الاستطلاع. فؤاد رحب فيك على هوا راديو روزنا، رأيك بموضوع النقاش بشكل مكثف إذا سمحت حتى نفسح المجال لأكبر عدد من المتصلين. أول شغلة يعطيكم العافية، أنت والله ما مضت متكثفكم. شكرا لك حبيبي. نحن إذا كان بدنا نحكي بموضوع ليش التناقضات اللي عم بتصير بين السياسيين على حسابنا، قلنا لازم نرجع نحن للأساس. كل دول العالم في عندها سفارات تتقيد وبتضل متابعة لأمور الرعاية الموجودين فيها. نحن على الحرب اللي صارت ببلادنا والقصص والحكاية ما بدنا نفوت فيها لأنه نحن أصلا أصغر منها بكثير، يعني نحن مشكلة، يعني العالم قدر الإمكان تحاول تحاشى الموضوع هذا، إنه ما في سفارة تراجع أمورنا لأنه رعاية السوريين كانت الوظيفة هي وظيفة الإيتلاف.
نحن اليوم الهلال ما شفنا منه اي ردة فعل خلال هالعشر سنين الاخرانيات اللي احنا كنا موجودين فيها بدنيا. بمصر نفس القصة، بالاردن نفس القصة، بلبنان نفس القصة، كان اللهم اني اسالك نبي دبر امورك، لكن كانت الامور منظمة بتركيا. الاعداد الكبيرة للسوريين الموجودين وهن بيقولوا اقل من 5 مليون، ونحن بينات بعضنا بنقول 5 مليون اللي موجودين و5 مليون اللي بدون قيود. طيب نحن بدنا نعتبر الشيء اللي صار امر الله وصار. طيب مين المسؤول عنا نحن؟ نحن بنحمل بضغط الحماية المؤقتة، ممكن بأي لحظة تلتغى وهذا الشيء معروف. لا صفة لاجئ عنا ولا صفة مواطن، وحتى اللي أخذوا الجنسية يعني ما لهم ممنونين زيادة، لأن العنصرية اللي عم يواجهوها مشكلة كبيرة. أنا برأيي لازم نحن إذا ما كان عندنا مرجعية كبيرة تراجع أمورنا، معناها للأسف الشديد نحن العشر سنين اللي راحوا من عمرنا راحوا على الأرض، لأنه اللغة اللي تعلمناها ما رح تفيدنا، والشغل اللي اشتغلناه يعني للأسف راح عبارة عن مطروح لأنه ما قدرنا نصمد فيه أو نصنع شيء أو نعمل شيء. أشكرك فؤاد على اتصالك، يعني ربما أضاءت على كثير من النقاط. أتمنى لك يوم سعيد. كان معنا فؤاد، وبعدها رح ناخذ جمعة وآرام. جمعة وآرام أستأذنكم تبقوا معنا إذا سمحتم، يعني لو تظلوا على الاتصال، ويعني نستسمحكم نستمع آراء عدد من السوريين في مدينة غازي عنتاب. سألناهم عن موضوع النقاش، عن رأيهم الشخصي حول مستقبلهم ومستقبل اللاجئين السوريين أو السوريين في تركيا. نستمع ومن بعدها نستكمل النقاش. نحن منطالب بالأمان ببلادنا، نرجع لأنه يعني ما عدنا نستجري نطلع في تركيا، يعني ما عدنا نستجري نعمل أي شيء، يعني صرنا خارفة مرور نترحل. أنا برأيي ملف اللاجئين صاير ورقة مثل ورقة الجوكر، يعني أنا آسف عم بعطي هذا التعبير للاجئين السوريين، صاير الكل عم يلعب فينا من الكبير للصغير. أنا ما أرى أن أولاد داعي للقلق، فلن يتغير شيء لطالما أن الإدارة هنا تعترف بحق اللاجئين وتحافظ على حق اللاجئين. ممكن أن يكون هناك بعض التضييق بسبب مهاترات هنا أو هناك. نحن ملفنا ضايع أو ما حد عرفان راسه من الجري، يعني بجوز بكره يقولوا لنا اطلعوا، بدنا نطلع وبدهم يطالعونا. نحن يعني ما لنا مبسوطين هون، يعني انه ما في غير عندهم هالامان. والله موضوع اللاجئين يعني الله يكون بالعون اول شيء، تمام، بس بشكل عام يعني تركيا عم تسعى انه يعني تدمج السوريين مع الاتراك. كل شخص عنده شيء باسمه، عنده سياره، عنده عائله، عنده بيني منزل تعبان عليه، ضل اكثر يعني على الاقل الموجود فينا هون صار له 5-6 سنين، فاللي جنى اللي جناه حطه ببيته ببراده بخسالته بغرفته مشان يرتاح من هذا الأمر، نتفاجأ بالأخير بأنه أنت ولا شيء، أنت غلطة صغيرة ولا شيء، تترك كل شيء وبشيلك بحطك على الحدود. يجب علينا أن نكون كفؤ وأن نكون جيدين في وجودنا في الأراضي التركية لكي لا نفتح المجال للأحزاب المعارضة لتكون لتضغط على الحكومة بملف اللاجئين. أتوقع أنه خلال أيام بسيطة إن شاء الله ستكون أمور على ميرام ولن يكون هناك أي مشكلة. كل واحد عم يحكي عم بقول لك أنه السوري السوري الضغط على السوري، وكلها عم ياخذوا يعني مقابل. السوري هون سلعة للبيع وللشراء. بشكل عام هون تجار السورية يعني أثبتوا جدارة، وأثبتوا جدارة للتراك، وأثبتوا جدارة قدام العالم أنه عملوا مشاريع كبيرة، عملوا بالقتام، عملوا باش منار، فتحوا معامل، فتحوا هذا بإذن الله. يعني هاي مثلا وين دتروا المعامل، وين دتروا أصحابي المعامل، وين تروحوا لعب اشتغلوا مثلا، عرفت علي؟ لا يعني إجباري بقى بدهم يتقبلون، لأنه يعني كمان الدولة عم تستفيد منهم. يعني نحن ما منريد نكون عاقة على أي بلد موجود، لكن هذا مو بيدنا، هذا الشيء اضطرينا عليه. وشكراً لكم وشكراً للقرارات الجديدة اللي طلعت، وحسبنا الله ونعم الوكيل. نحن هون ما لنا شيء، نحن بس مجرد أيام عم تعدي علينا، ما بنعرف شو الله كاتب علينا.
إذا استمعنا لآراء عدد من السوريين، أنوه بأنه كان في محاولات للتصوير مع عدد أكبر لكن رفض عدد لا بأس به من السوريين في غازي عنتاب بأن يصرحوا أمام الكاميرا عن رأيهم. من الواضح بأنه في حالة قلق وحالة خوف وحالة يأس حتى لدى البعض حسب ما استمعنا. معنا اتصال من جمعة وبعدها رح أروح لعند أرام، وفي تعليق من الأستاذ غزوان قرنفل أوجله تحية، وأيضا تعليق من الحريري أنور الحريري. جمعة أرحب فيك على هوا راديو روزنا، رأيك بموضوع النقاش في حلقة اليوم عن مستقبل اللاجئين السوريين في تركيا. وزير الخارجية التركي يتحدث عن بدء مرحلة جديدة، وقبل يعني بداية آذار بمؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني قال بأنه هناك عمل لإعادة طوعية ورغبة في تنظيم مؤتمر وزاري لمناقشة العودة الطوعية للاجئين السوريين. أستاذ محمد، يعني موضوع اللاجئين السوريين صار حكى فيه أول شيء من قبل المعارضة، بعدين شفنا الدولة السعودية بتحاول تدافع عن وجود السوريين، بس مع الضغط الكبير من قبل المعارضة صارت شوي شوي الدولة تتنازل، وصار في قرارات ترحيل فردية، قرارات ترحيل مثلا بتاع السعودية مثل بعض أشخاص وقفوهم بالشارع، مع أنه كانوا كمان نظاميين ولكن تم ترحيلهم، ولاحقا الدولة رجعوهم مرة ثانية، بس لكن هذا كله بسبب الضغط من قبل المعارضة. فبتمنى أنه ما نكون نحن المخالفين، نكون نحن كبش الهدى، والدولة حاليا تمشي الأمور بأقل الخسائر، يعني كرمال أنه تطلع من الانتخابات يعني وهي منصورة، والله يحمي السوريين بكل مكان إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر على اتصالك جمعة، يعني عرضت وجهة نظرك بشكل مباشر. معنا أهرام. أهرام رحب فيك على هوا راديو روزنا، رأيك بموضوع نقاشنا لحلقة اليوم، السؤال اللي ربما حاضر في ذهن السوريين في تركيا ليس جديد، ما القادم؟ القادم العودة الطوعية للتضييق على أمور الناس. يعني نحن لاحظنا الشهر الماضي في عنا تحديث البيانات، في عنا أبطال كمالك ل 500,000 شخص، يعني نعتبر إذا نحن في عنا مثلا 500,000 شخص عبارة عن 100,000 عائلة أقل شيء، نحن نحكي بالمنظور الأقل، ما بنحسن أرقام ومعطيات. اليوم العودة الطوعية ما حدا بيرجع، لأنه إذا كان هدف واحد إما تروح لمناطق النظام طرقات مسكرة، ما فيك تنزل على حمص، ما فيك تنزل على الشام، ما فيك تنزل على الدير، ما فيك تنزل على حما، أمورك مكركبة سواء كانت الأمنية أو الاجتماعية، لأنه كمان بدك تعيش هني، بدك عدم نواخذة مصروفك، بدك تحكي أو ما تطلع. الموضوع الثاني، إذا كان بدك تروح المناطق المحررة والريف الشمالي، حطران الريف الشمالي مشاكله الاجتماعية كثيرة، من الغلاء الفاحش وقلة العمل. يعني اليوم أنا يكون في عندي مولد عمل، يعني بروح لهني شو بدي روح لهني، ما أنا عم بدفع إيجار البيت هون بدفع إيجار هني، بدفع إيجار الدكان هون بدفع هنيك، كثير بدفع هون بدفع هني، لكن مو متوفر لي عمل لحتى أنا أروح أشتغل وظبط هني. صفة العودة الطوعية هي عودة طوعية إجباري الطبيق. اليوم أنت عندك أولاد بالجامعة، أربع، يعني بدي أحكي عن نفسي، عندي أربع أولاد بالجامعة، الأربع أولاد ماشي جنسية عليهم، ما بالقانون ما بيحق لهم يعطوني جنسية لإلي، ممكن إنه يعطوا الأم بحالات خاصة لكن الأب لا. وهذا الشيء يعني طيب. كثير شغلات نحن قبل ما نفكر بكلام العودة الطوعية نحن بدنا نرجع لجذور المشكلة. جذور المشكلة كانت في الحال من 5 سنين. في طريقة واحدة بس نحن نقدر ننفذ منها، إنه نحن أخي المخالف بأهون سبب أول مرة انزاله ثاني مرة تحيله صلى الله عليه وبارك. أشكرك أرام على رأيك، وأيضا على
النقاط اللي أضاءت عليها. أتمنى لك يوم سعيد، وأيضا أتمنى لك إقامة آمنة في أي مكان أنت وعائلتك. الأستاذ غزوان قرنفل المحامي السوري ورئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، يعني مواكب دوما الشأن اللاجئين في تركيا، كتب في تعليق على البث المباشر: رغم كل ما يحصل، رغم كل التصريحات الحكومية والمعارضة التي تشي بأن الوضع بالنسبة للسوريين في تركيا قد بلغ نقطة حرجة، ورغم كل الشعارات العنصرية وخطاب الكراهية التي وصل مبلغا مرعبا، ما يزال بعض السوريين يعبرون عن استيائهم من منع وإلغاء زيارة العيد وكأنها حق مقدس لهم تم انتهاكه. الأستاذ غزوان يدعو السوريين بأنه يكفون عن سؤال هل هناك زيارة عيد أم لا. السؤال الآن حسب الأستاذ غزوان، وهذا رأيه، هل سيبقى سوريون في تركيا أم لا؟ يعني يقول للسوريين، يدعوهم بأنه يفكرون بما سيحصل اليوم. مستقبل السوريين ووجودهم هو الذي يستحق النقاش، وليس هذه الأمور التي يرى الأستاذ غزوان بأنه هي يعني يعتبرونها حق وخلص. لا، الآن التركيز على المستقبل. راح أشوف معي تعليق الحريري أنور، كتب: أصعب ما بالموضوع أنه بدهم بيهددون بالتسفير على بلدنا. أذكر بنتيجة الاستطلاع اللي طرحناه عبر روزنا في فيسبوك، سألنا هل سيشهد ملف اللاجئين السوريين في تركيا تغيرات كبيرة قريبا. 66% قالوا نعم، و 34% قالوا لا. هناك تصريحات كثيرة، ربما أنقل لوزير الخارجية التركي ردا على سؤال حول أمكانية التعامل مع أزمة اللاجئين دون الاعتراف بنظام النظام السوري، قال: يجب حل الأزمة في إطار القانون الدولي، ويجب على الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية التعامل مع الأسد بهذا الخصوص، فإن كان النظام سيقدم ضمانات عليه أن يقدمها لهذه الأطراف. أكد على أهمية ضمان سلامة السوريين أولا قبل إعادتهم، ضمان الاحتياجات الأساسية لهؤلاء مثل أماكن الإقامة، تعليم الأطفال، المشافي، المشاريع. يعني قال بأنه تركيا تنظر للملف من منظور سياسي وإنساني واجتماعي. نتحدث عن عودة كريمة للاجئين، علينا القيام بذلك بحكمة. أيضا زعيم حزب المستقبل مثل ما ذكرت أحمد جاويش أوغلو رئيس الوزراء السابق، قال بأنه يجب أن سنرسل، لما نقول سنرسل اللاجئين دون تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين، قد يكون كلام جيد لكنه غير واقعي. يجب أن يكون هناك حكومة مشتركة بين النظام والمعارضة، حينها يمكن الحديث عن عودة اللاجئين السوريين. أشكر لكم حسن الأصغاء والمتابعة. حاولنا بأنه نستعرض غالبية الآراء والتصريحات، فسحنا المجال أيضا للمتصلين. يعني هناك حديث، سنتابع دوما الملفات بروزنا ببرامجها وأيضا عبر موقعها الإلكتروني. أترككم بعد نصف ساعة من الآن تقريبا مع الزميلة ليلى ببرنامج ميكروفون، نلقاكم يوم الثلاثاء القادم بموضوع نقاش جديد. نتمنى السلامة لجميع السوريين، دمتم بخير. صدى الشارع، صدى صوتكم.